يا جماعة، أبي بن كعب رضي الله عنه في الحديث الطويل باختصار لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أبا خلي دعائي كله صلاة عليك، بدل ما أقول يا رب اهديني وشيني أبا اختصر الدعاء هذا في الصلاة عليك، بس أصلي عليك. شو النتيجة؟ قال: يا أبي، تدري شو النتيجة؟ يغفر ذنبك وتكفى همك. وفي رواية: يكفيك اللهم أهمك من دنياك وآخرتك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها المعجزات وفيها العجائب. وهذا تقول تقفلت الأبواب كلها في وجهي، لا زواج، لا وظيفة، بيتنا كله توتر، كله مشاكل. جلسنا سنوات بالطريقة هذه، ما حد يدنا الثاني ولا حد يبغى الثاني، لا أب ولا أم ولا أخ ولا حد يسأل عن الثاني من التوترات اللي في البيت. تقول: وسمعت حديث الرسول وقصة أبي بن كعب، فأكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صرت أكثر يوم الجمعة من بعد صلاة العصر للمغرب بس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأجلس في غرفتي في البيت وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعمري 36 ومشاكل وضايقة فيني الدنيا، والدنيا متعطلة عندي، لا زواج ولا وظيفة ولا أي شيء، وضغوطات ونفسية ومشاكل. تقول بعد شهرين من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أشوف رؤيا، أشوف النبي صلى الله عليه وسلم، يا الله، مبتسم ويقول: أبشري، أصبري، أنت على خير. تقول من بعد الرؤية بتقريبا بثلاثة شهور أربع شهور، وفي نفس الشهر، في نفس الشهر بعد ثلاثة أربع شهور، في نفس الشهر ذاك شيء عجيب صار لي، جاني خطيب وخطبنا وسوينا التحاليل وعقدنا وجاتني وظيفة، والبيت صار الجو فيه هدوء وسكينة، وتغير الوضع، والنفوس صارت طيبة بين أخواني وبين أبوي وأمي. شو اللي صار بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ حصلت حاجات ما توقعتها ولا كانت في الحسبان. الآن هي متزوجة وعندها أولاد.